اسمي محمد قفال، أصيل منطقة بن قردان، متزوج عندي 3 صغار. إيش مني اللي جرى الحدودي من عام 2012، اللي هو الأسديسات. الإجراء هذا يتسبب لي في برشا عواقب خايبة، منها عواقب مادية، منها عواقب اجتماعية، منها عواقب عائلية. تعرض الإجراء هذا في برشا مشاكل مادية. تو من 2012 أربع سنين، تو نورمالمون داخلين في العام الخامس. ماديا يا خويا ما عندي حتى مورد رزق، كان التجارة. أهالي بن قردان مربوطين، معروفة في تونس كاملة، عندنا لا مصانع لا عندنا، مربوطين بليبيا. أي بن قرداني يمشي يسترزق من ليبيا. أنا يعني تو أربع سنين بطال، وعندي 3 صغار، 3 وليدات صغار، يلزمني نقريهم ويلزمني نصرف عليهم. عندي منهم بنتي عندها مرض التوحد. مرض التوحد هذا يلزم العلاج، يلزم المصروف. بش عمرها البنية؟ عمرها 8 سنين، التو ما دخلتهاش تقرا. فهمتني خويا؟ وماذا كيت انت تمنعني من السفر، ما تخلينيش باش نعيش. بعت خويا الصياغه نتاع مرتي، بعت عندي قطعه توتار، بعت عندي شويه اثاث زايد، بعت معاد عندي من بيع يا خويا. هذا الجانب المادي. الجانب الاجتماعي خويا، من كثر المداهمات ومن كثر ولت تلحقنا الشبهه. حتى اللي باش نخدم معاه ولا باش نقعد معاه من عز اصحابي خويا ولاو يتجنبوا فيا. تحس ان ثم عزله ولا؟ وليت نعيش في عزله. سبب لي لزني حتى وليت نخمم في الانتحار. نعيش بروحي. يقول لك هذاك السيد ما نتبعوش، شبهه، فيه شبهه. هذا من الجانب هذا. من الجانب الثالث هو الجانب نتاع العلاج. عندي بنتي عمرها 8 سنين، لتو ما دخلتهاش تقرا. هذه هي بنيتي. هذه نجمت نوريها لك، انا ديما تشاد عايشه في عالم اخر خويا. تعالي بنتي، تعالي باباي. هذه يا سيدي الجانب هذا. حكم بن قردان فماش باش نمشي باش نتنقل باش الجانب تعالج فيها. انا شفاها في زرزيز، خاطب حكم في بن قردان ما فماش اخصائي، واخصائي يلزم الماده. الجانب هذا معناه تم قلق في التنقل، في التنقل وفي الماده. كي نمشي نهز نعدي عليها خويا. صارت لي مره حكايه ديما نحكي فيها وديما باذن الله نقعد نحكيها. انا في الكابينين تاع الدكتور كيتار في زرزيس، ما راعني الا واحد عون اسمه جهاد، الله يسامحه ان شاء الله، نسال الله ان ربي يسامحه. هزني انا وبنتي، قلت له يا سيد راني جاي نعدي على بنتي، عندها مرض معاقه. بنتي معاقه، عندها مرض التوحد. فهمتني ولا؟ قال لي يا صديقي، قلت له راه نعرفوا بعضنا، راه ما يجيش. قال لي غادي في المنطقه تو نحكوا. هزني من المنطقه 9 تاع الصباح، من 9 تاع الصباح خويا حتى نص نهار ونص. الشيء اللي ريته في المنطقه عمري ما ريته. كيفاش يعني؟ المعاملات ولا؟ المعاملات، السؤالات. قداش لك تصلي؟ وعلاش تصلي؟ وكيفاش تصلي؟ وشكون اللي علمك الصلاه؟ وشنو هي المدرسه الابتدائيه اللي قريت فيها؟ وشنو هي المدرسه الثانويه اللي قريت فيها؟ وتليفوني فركسه، تصور مرتي، وتصور اخواتي، وتصور اقاربي، وهذه الطفله مزيانه المن، وهذه ترى شنو المن، وهذه ترى شنو المن. بنتي تبكي، مريضه تبكي، ينظر عليها يقولها اس. يودي راهي الطفله لازم نحسها، راهي منطقه. يقول لي معاملات عمري ما ريتها. هذا الجانب العلاج. والجانب العائلي، من كثر المداهمات خويا، امي مره كبيره عمرها 83 عام تعرضت لجلطه دماغيه. شوف انت، هذا بتقرير السيد الطبيب عبد الناظر، اخصائي في السكر والدم، هذا معروف. هزيناها امي في امبيلونس على حساب، وعندي سيرتيفيكا وعندي ما يثبت كل شيء. معناها خويا تعرضت للمظالم ياسر ياسر ياسر. والله نطلب، انا عندي مطلب. شنو الرساله يعني؟ الرساله للمسؤولين هذوما، سيبوني نعيش، سيبوني نعيش. راني وليت نخمم في الانتحار. نشوف الثلاثة صغيرات قديش مرة نحاول. أمهم أيست، أمهم من تشحى، هي تنجم تصورها بنتي، هاي تنجم تصورها. تعالي بابا، هذه بنتي عمرها 8 سنين، أمها تبكي ليل ونهار خويا، على خاطر أنا البنية مريضة هذه. إيه تسببوا لي، لو ما كان لو خلوني نمشي نعدي عليها بنتي، راهي ممكن تحسنت حالتها. أصحابها يقروا، سبحان الله.
وهي مازالت ما تقراش. هي مازالت ما تقراش. السبب بنين كنت نمشي كل مره نهزها يتوفر عندي شويه مال. السبب الرئيسي هو جهاد نبه عليا قال لي معاش تجي. وليت خويا على الاقل هي مريضه انا مرضوش الزوز. وليت الخمسه سوايع اللي يعني نقعد فيها ما نروح نقعد نهارين راقد اللي في المنطقه. ولوش الزوز مريضين على الاقل انا هي مريضه وانا على الاقل ابرك شوي. رسالة والله وجهها يعني شنو المطلب؟ والله وجهت تو على السبب المادي بالله باش نرجع بيك يا دوله. بالله كي تمنعني من السفر واني ما عندي حتى مورد رزق. هذا يا الضوء 1,300,000 باش بالله باش نخلصكم. بالله باش نخلصكم. هذه رساله وجهتها للسيد رئيس وزير الداخليه. هيا عملت مطلب ولا حياة لمن تنال. بالله الليسته نتاع الدواء هذه البنت بالله باش ناخذها وانت منعني من السفر ما عندي حتى مورد رزق. رساله نوجهها ونزيد نوجهها. سيبني نعيش ما نحبش نموت ونخلي صغاري. سيبني نعيش وهذه بنتي نسال ما تتمنوش لاولادكم كيما بنتي هكا. بنتي صغيره شاده خيط ديما تلعب فيه في عالم اخر. علاش علاش ما تخلونيش نعديها؟ علاش ما تمكنونيش من علاش حرام عليكم طفله عمرها 8 سنين منعيني من السفر منعيني من التنقل. راني تونسي راني تونسي راني تونسي. سيبوني نعيش.